بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأعزاء، حضورنا الكريم التواصل لا زال جاري في هذا الانطلاق الجميل وشوطنا الخامس الذي خصص للإبكار. نحن نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين الحاضرين في هذا الانطلاق ما شاء الله. وهناك اللي في المركز الأول مثبوتة خلفان بن سيف الغويص على أول المراكز، النقلة على المركز الثاني اللي في المركز الثاني من تصل في هذه اللحظات هي الشاهينية عبد الله بن علي بن واس، وثالث المراكز هناك ما شاء الله جميلة راشد بن أحمد عمهي المنصوري، وفي المركز الرابع ما شاء الله شاهينية سلطان شطيط عبيد الكتبي يلا يا ابو حارب، وخامسا من تاتي هناك رماح محمد بن احمد بن سعيد بن حلوه. ها هي النتيجه حاضره في هذا الانطلاق في هذا الاجواء الجميله والمميزه والحاضره في هذا الانطلاق. وهناك اللي هي مثبوته بادائها الجميل والمميز على هذا الانطلاق، ونحن دائما نتمنى التوفيق والناموس يا الاخوه المشاركين والحاضرين في هذا اليوم. وهي مثبوتة على أدائها حتى هذه اللحظة خلفان سيف هالغويص، وثاني المراكز من تأتي الشاهينية، ولا بنقول منوة عبد الله بن علي بن واس على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث هناك مع بن عمحي بنقول ما شاء الله اللي شعاره يتجول على أرضية هذا الميدان ياخذ له نظرة يبغي المركز الأول. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله راشد بن أحمد عمهي المنصوري، بينما رماح على المركز الرابع ما شاء الله اللي هي محمد بن أحمد بن حلوة، وفي المركز الخامس الشاهينية سلطان شطيط عبيد الشبي. ها هي النتيجة أيها الإخوة ما شاء الله للمراكز في ندائنا الثاني، في ندائنا الثاني للمراكز العشر دعناها عليكم كاملة مكملة بالوفاء والتمام، ومثبوتة اللي مسيطرة على المركز الأول اللي صامدة على مقدمة الشوط خلفان بن سيف الغويص السويدي. سلام مشرف ومعودنهم سيف معودنهم يطرش لهم سلامات، يطرش لهم تهاني مع هذا الشعار والأسامي التي أثبتت وجودها مع هذا الشعار. المركز الثاني منوة عبد الله بن علي بن واس، ثالث المراكز المركز الثالث اللي هي رماح على ثالث المراكز محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة، المركز الرابع هناك مع بن عمهي على رابع المراكز اللي يقدم جميلة راشد بن أحمد بن عمهي المنصوري ما شاء الله. هي النتيجة للأربعة المراكز، ومثبوتة بأدائها الجميل وحضورها المميز على أرضية ميدان الطي الذي دائما يرحب بإخوانه وضيوفه ومحبينه وعشاقه في هذه الرياضة الجميلة. ها هي النتيجة حاضرة مع هذا الانطلاق. يلا يا من تحب الناموس، يلا يا منادي على المركز الأول خلفان بن سيف الغويص، ولكن هناك اللي هي رماح بدأت تقترب مع محمد بن أحمد بن حلوة. هكذا كانت النتيجة. نحن ننتظر أيضا أسامي كثيرة حاضرة شهيرية لسلطان شطيط عبيد الشبي. يلا يا أبو حارب، الله 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 يا بن عمهي، جميلة يا جميلة اللي حاضرة مع هذا الانطلاق، ولكن رماح يبون سلام. الله يا بن حلوة، سلامي عليك يا بن حلوة، أحد شباب الخوانيج حقيقة، ولكن الشاهينية وجميلة الهنراي آخر. الشاهينية يا الله 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 يا اللحظات الأخيرة. يلا يا بن شطيط بن حلوة بن عمهي، بن شطيط بن حلوة بن عمهي، اللحظات الأخيرة تهانينا والناموس لراشد بن أحمد بن عمهي المركز الثاني، سلطان شطيط عبيد الشبي المركز الثالث، محمد بن أحمد الحلوة المركز الرابع، خلفان بن سيف الغويص. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة. توقيت الزمن 4 دقائق
46 ثانية. تهانينا والناموس للسيد راشد بن أحمد بن عمهي المنصوري.